يلا يلا جايين. شنو وين فايت؟ وين فايت يعني؟ بدك البيت صحتين على قلبك، بس لأنا راح أضل عندك. إن شاء الله تكون مفكر حالك متحنن علي بشقة البيت. نعم ستي متحنن، وما عجبك ارجعي لعند أمك على الضيعة خليها تحواكي. أساسا من وقت اللي شفتها كان لازم أعرف شو راح يطلع لي. بالله شنو؟ وما عجبني، خد بنتك اطلع لبرا، يلا لشوف، يلا يلا يلا. ارفعي دعوة طلاق خلي يصير البيت بيتك. إيه طبعاً حبيبي حارفع دعوة، من هون لوقت الله يهنيك بهالبيت. وليك بدك تضلي عند لأنا غصباً عنك. انت ضليت سنه عم تنقي بدك ولد مو انا. مو بدك البيت رح نشوف مين حيطلع له البيت. حبيبي انا ما عندي مشكله، ما حدا بيعرفني، اما انت كل العالم بيعرفوك. بعدين اسمع لي اقول لك، امي شريفه ما تركتنا وشردت مع واحد مو معروف قرعت ابوه من وين. قادر تطلع معه؟ والله العظيم والله العظيم ليش اشحك بالمحاكم. يا لينا يا لينا يا لينا يا لينا لينا يا حبيبي يا حياتي انا اسف يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي شو نسوي؟ مين السبب؟ قولي لي مين السبب؟ نعم لك انا وين بدي اكتب انا؟ هلا حلت عليكم النظافه؟ لك انا افتكرته للكب وانا عم عزي. صباح الخير. لك انا شو عامل لربي؟ شو عامل لربي؟ كيف ما قدرت تتسكر بوشي؟ طول بالك كبير، منيح ما كبيت زبالة. ايه لا، نازل صلي 50 ركعة شكر لربي لأنه ما كبيت الزبالة، أنا كم مرة قلت ما حدا يمد إيده على ورائي. وأنت كمان لك ابني بتضل مفرطع إياهم يمين وشمال. ليش يا ترى؟ لأنه أنا عندي غرفة خاصة وعندي مكتب خاص، بس أنا هيك هواية بحب فرطعهم بالصالون، لك يوصف عمري على هالعيشة، ماني عرفان ليش عايشة. وأنت ليش معصب لهالدرجة يعني؟ كثير صعبة إنك تعيدهم مرة ثانية، والله ما أنا حزانة القصة. انت تحديدا اسكتي ها، ما بتسمع منك ولا حرف، اذا واحد لمس لك كندرة بيصل صوتك للسما، لك ما سالته لشو هالوراء، عم بيحترموا انا. ولك امي مو عم يطلعوا معك، لشو هالعياط؟ لكن انت كمان زودتيها لينا، يعني مين وهذا الشاب اللي بده يحوى عنده ولد عمره 6 7 شهور؟ انت كمان ما خليتي للصلح مطرح يا؟ يا ريما ريما هي قالت لي انه هلا لا تلزقي لي اياها بظهر ريما، تعي لقول لك. انت زودتيها كثير بالفترة الأخيرة. أماني ما أجيت لعندك وقلعتيها نص تقليعة؟ إيه والله. ونوار قدام عيوني هددتيها صح؟ مظبوط، بس ما سألتي حالك ليش؟ لأني بحبه، لو ما بحبه كان الله معه خلصت منه وخلصنا. إيه وهلأ فيك تصلحي علاقتك معه؟ لا لا ما فيني لأنه يقول مرة حاجة تقولي ما فيني، فيك تصلحي علاقتك معه، بس أنت بدك تطولي بالك شوي، لا تعملي لي إياها قصص كرامي وما كرامي، الشغلة بدها وقت. هلأ صعب ما عاد فيها تعمل شيء. صعب صعب قلتلك صعب قلتلك صعب، هي أول مرة بكبر معه بالكلام. لك أنت شو متوقعة منه يعني؟ آه شو متوقعة منه؟ منيح منه اللي قبل يقعد مع البنت أسبوع. بعدين ليش صعب ستريما؟ لأنه صعب ببساطة هلأ عامل علاقة مع جارته اسمها سميرة. سميرة؟ سميرة موكلته علاقة شو؟ يعني أنت فكرك مين عم يقعد مع بنتك كل هالوقت ويدير باله عليها؟ هي سميرة؟ وانت من وين عرفتي؟ عرفت. خليكي معي خليكي معي، روقي شوي علي. انت هذيك المرة مو ضلتي تسقي وتنقي وتسقي وتنقي وتقولي انه سعد عنده علاقة مع ليال وطلع ما في علاقة ولا شيء؟ بس انت من وين عرفتي؟ وقت كنا بالمستشفى يعني احنا وقت نشق على اماني بالنهاية بتضل رفيقتنا. سمعت سعد وقتها عم يقول انه بحياته ما التقى بمرة ارتاح معه وساعدته كل هالقد. اذا مانك مصدقتيني اسألي ادهم، اكيد يا رب بيكون حكاله. كسرة خبز بالايد وعشاق لبسه جديد، كل ما اجوا يعيدوا بينسرق يوم العيد.